في هذه الفقرة راح نتعرف على فكرة جديدة ومختلفة، وهي عبارة عن تطبيق يقدم محتوى صوتي يومي لصحة نفسية أفضل ونوم أعمق وتوتر أقل. وصفوا صاحبه بأنه بداية رحلة العافية النفسية والسعادة الحقيقية، والتطبيق الخليجي الأول للصحة النفسية. تفاصيل أكثر مع ضيفنا عبر سكايب عبر زوم، أستاذ علم النفس الإكلينيكي بكلية الطب في جامعة الكويت وأحد الشركاء المؤسسين في تطبيق تهون، دكتور نايف المطوع. هلا وسهلا فيك دكتور نايف. أهلا وسهلا فيكم، مشكورين وايد على الاستضافة. الله يخليك دكتور نايف. بالبداية كلمنا عن التطبيق وكيف جتكم الفكرة. شوف، بالأساس أنا حاليا مرخصة في 6 دول في أمريكا وخمس من الدول الخليجية، إن شاء الله السعودية قريب. وشفت يعني كذا شيء. رقم واحد، شفت أن كمية المعالجين اللي موجودين يعني بالنسبة للشعب جدا قلال، رقم واحد، فضغط جدا كبير على المعالجين. وفوق هذا معناته ان في ناس ما قاعد يتعالجون، يا ان خايفين من وصمه العار، يا ان محلهم الجغرافي بعيد عن احد ممكن يساعدهم، يا اما الشخص اللي ممكن يساعدهم اساسا فول ما عنده مجال يساعدهم لانه ما في كفايه ناس متمكنين. هاي من ناحيه. من ناحيه انا يعني شفت ان كان في يعني احتياج الى يعني ان ننطلق بطريقه نستخدم التكنولوجيا لتوصيل الصحه النفسيه. ومو بس يعني في ناس وايد شغالين على والله بشوف المراجعة عن طريق تطبيق، وانا اسوي نفسي يعني فرض وايد مراجعاتي اونلاين، لكن كنت محتاجين شيء اكثر نوصل لشريحه اكبر من الناس. فقريت انا هل 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 الاحتياج اللي موجود في 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 الدول الخليجيه، واشتركت مع ناس يعني ما شاء الله عليهم مختصين وفاهمين بالتكنولوجيا وايد اكثر من فهمي، وقدرنا مع بعض ان نوصل لتطبيقتهم. نعم. طب خلينا نتكلم دكتور نايف عن الفئة المستهدفة في هالتطبيق، يعني أنتم تستهدفون مين بالضبط والهدف؟ يعني أنا لما أجي أحمل هذا التطبيق كيف أنت يعني ما أقول لك تقنعني، بس ليش أنا أحمل هذا التطبيق كشخص عادي من المجتمع؟ سؤال ممتاز. خلينا نجاوب من منطلق علمي ومنطلق مهني. علمي شلون؟ أنا وقت الكورونا، وقت لما صار الحجر المنزلي، اللي شفناه ان كان في طلب كثير على المساعده النفسيه، تمام؟ يعني انا كان عندي تطبيق يعني مبتدأ يعني سبحان الله طلع 10 ايام قبل كورونا، قبل لوك داون، وكان في محتوى باللغه العربيه الفصحى بالنسبه للقلق والنوم، طبعا كان مشاكل كورونا قبل ما صار كورونا، فشفت عليه كان طلب كبير. وفوق هذا سويت دراسه من خلال كليه الطب في الخليج، 20,000 واحد جاوب، 15,000 واحد كمل الاستبيان، وشفنا شنو المشاكل الاساسيه اللي سكان الخليج قاعدين يعانون منها. منها 80% كانوا مكتئبين، وهذا رقم جدا كبير، لكن لازم نعرف ان هاي كان وقت الحجر الالزامي، وما كان اكو اي نوع من يعني الواحد ما كان عارف شلون يطلع منها. ثلثين كان عندهم مشاكل بالنوم، وثلثين كان عندهم مشاكل في القلق. فاحنا في البدايه قلنا تعال، هاي المشاكل مبنيه على دراسات موجوده عندنا في الخليج، فخلنا نتطرق لها بطريقه يعني حضاريه علميه مبنيه على دراسات. هاي رقم واحد. رقم اثنين، احنا نشوف العالم يعني كثلاث شرايح. نشوف الشخص اللي عنده مشكله نفسيه، هذا هو بالنص، هذا الحين عنده مشكله تتشخص نفسيا، تمام؟ لا. اكو الشخص اللي ما قبل ما يصير عنده مشكله نفسيه، فعنده مشاكل، فرض عنده قلق زايد، نومه متخربط، ما قاعد ياكل عدل، في عليه جهود، يمكن مشاكل اسريه زواجيه، وفي شخص اللي يتعافى من مشكله نفسيه وهمي. ثلاث شرايح. فاحنا قلنا تعال الشريحه اللي بالنص في وايد ناس قاعد يتطرقون لها، دكاتره نفسيين واطباء نفسيين وفي تطبيقات مختلفه، احنا نبي الشريحه الاولى هني والثالثه هني. فكل اللي احنا سوينا تسجيلات يعني لها علاقه بالتامل، اليقظه الذهنيه، في روحانيات، في ماستر كلاسز، في تنويم ايحائي، اشياء معتمده تساعد الشخص انه تنزل من التوتر، تنزل من القلق، وتساعده في قصص نوم لاول مره باللغه العربيه، وطبعا كلها باللغه ما هي بالفصحى. انا هاي الاشياء تعلمتها انا وقت كورونا. التطبيق مالي تنويم كان عربيه فصحى، ونص الكلام اصلا انا ماني فاهم شو قاعد يقول. بس اللي صار إن لما صار وقت اللوك داون بالبيوت، سويت انا فرضا 4 مرات في الاسبوع كنت اسوي تنويم ايحائي باللهجه الخليجيه الكويتيه على انستغرام، والاف تابعوها، ووايد ناس قالوا نايف يعني خليك عن الفصحى، خلينا نسوي شيء باللهجه الخليجيه. فاحنا اهتمينا لهالشيء.
وقدرنا ننزل طبعا تهون وايد اكبر مني انا في كذا شخص من جده ومن الرياض من يعني من السعوديه يعني خاصه ومن بعض الدول الخليجيه الثانيه البحرين الاخري. فالمحتوى وايد اكبر ويعني وبس بلهجه من الخليج الى الخليج. هذا اصلا اسهل ان الناس تتقبله يحسون انك يعني قريب منهم. وبعدين حبيت اسمه الصراحه يعني توفقتوا بالاسم تهون فعليا. هونية هوتون بالضبط. دكتور نايف يعني اللي انا فهمته من كلامك وطريقه سردك للموضوع او للتطبيق انه ما يغني عن الدكتور النفسي في حاله الشخص محتاج لطبيب نفسي. يعني هذا تعتبر الناس اللي يحسون بضغوط نفسيه بمشاكل نفسيه بس مو انه هو اصلا مريض نفسي. بالضبط. فهو اذا احد عنده مرض نفسي التطبيق هذا ممكن يساعده يهون الاعراض بس ما يعالج المشكله النفسيه. احنا اللي احنا قاعد نسويه احنا نبي نساعد الشخص قبل ما يصير عنده شيء يعني نفسي كبير، ونبي نساعد شخص يتعافى بعد ما يشوف الدكتور او الطبيب او المعالج، والحين يبي يظل انه يعني طريق يعني ايجابي. الشريحه احنا ما نقول احنا ناخذ مكان الطبيب النفسي والدكتور ابدا، يعني ما هو هاي. وانا يعني انا هاي مجالي وهاي شغلي يعني صار لي 25 سنه، فانا يعني جدا جدا مهم. انا فرضا مراجعيني انا لما يجوني يعني اول لما كان تطبيق تنويم هو التطبيق الوحيد اللي كنت اقول اشتغل فيه، اقول لهم هاي 60 جلسه بصوتي ما تكلف شيء، اخذوها سمعوا جلسه كل يوم فيصير علاجنا يومي. فهم يستانسون على هالشيء لانه يكون والله انا قاعد اشتغل على نفسي يوميا، لانه هو الشخص لما يحس انه عنده ادوات قاعد يستخدمها يحس انه هو متمكن، انه مو يحتاج الدكتور عشان يساعده، هو قاعد يساعد نفسه. هل 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 هالفكره مالت ان المساعده الذاتيه او السلف هيلب ممكن تساعد الشخص انه يستغني عن الطبيب النفسي، لانه ما راح يطيح في مرض نفسي اساسا. طبعا اذا الشيء ما له عرج بيولوجي، يعني هذا طبعا اكو وايد ناس عندهم مشاكل نفسيه لانه يعني مكتئب، امه مكتئبه، اخوه مكتئب، يعني يصير بالجينات، هذا طبعا لا حول ولا قوه. هالمحتوى ممكن يساعد يخفف عليه بس ما يكون علاج، ما راح يحتاج الطبيب او الدكتور بالنهايه. يعني دكتور ما في اتصال مباشر بين المشترك وبين مجموعه مثلا اطباء حاليا؟ لا، بس احنا حاليا قاعد نفكر بطرق نسوي هالشيء، لكن مو بالطرق المعتاده اللي موجوده في السوق حاليا. يعني سالفه انه تعال شوف الدكتور عن طريق التطبيق وسوي جلسه، احنا ما قاعد نفكر، قاعد نفكر بطرق ابتكاريه تستخدم التكنولوجيا بطريقه غير عشان هم يكون اكو تواصل، لكن مو بهالطريقه، مو بالطريقه اللي موجوده حاليا في العالم الرقمي لما يكون العلاقه بالصحه النفسيه. والله دكتور خلنا بقول لك، يعني احنا الحين اذا رحنا البحر وسمعنا صوت الامواج ولا العصافير في الصباح ارتحنا نفسيا. حتى الى الان في يوتيوب في موجوده هذه تكتب، مجرد انك تكتب يعني استرخاء ولا ميوزك معين ولا صوت معين يعطيك صوت الطبيعه صوت الاشجار، فهذه مريحه نفسيا. فحلو انكم خصصتوا اشياء معينه. وكمان عندنا معلومه يقول لك يعني في تطبيق تهون كل اسبوع ترتفع دقائق الاستماع 5 مرات أكثر من الأسبوع اللي قبله. كيف سويتوا كذا؟ كيف قاعدين كل نعم. يوم ما شاء الله نعم. تزيدون في التحسن والمشاهدات؟ والله هاي شطارة الفريق اللي ورد. أنا جدا فخور بالفريق صراحة. عندنا تقريبا 18 شخص شغال على الابليكيشن حاليا، عندنا تقريبا 1,000,000 مشاهدة على 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 السوشيال ميديا، واحنا ما صار لنا يعني اقل من شهر، يعني صار لنا شغالين فوق السنة، لكن احنا طلعنا تقريبا من 2 أسبوع 3 حتى ما سوينا اي نوع من التسويق، لان تونا بداياتنا وقاعد نحاول نحل مشاكل معينة، وتعرفين لان اي شغل في بدايته راح يكون في، فما نبي نعلن الا ما نعرف انه نقدر هالشيء. بس يعني صراحة جدا فخور بالفريق. سوينا هم من بودكاست عن طريق مؤسسة الكويت التقدم العلمي اللي لقيت استحسان وكانت من التوب 20 بودكاست الاسبوع اللي فات، فجدا فخورين بهالشيء. بدنا نستضيف ضيوف يعني معروفين مثل الاعلاميه منى ابو سليمان او الطبيب النفسي محمد السويدان بالكويت، يعني ناس معروفين لكن تكلموا عن مشاكلهم هم النفسيه الشخصيه وركزنا على المشاكل الواحد يحس فيها وقت كورونا. فنبي نبسط الشيء، نبي يعني مو المشاكل النفسيه ما هي شخص ما يش بس ذاك الشخص تحوشه، لا كلنا تحوشنا، ماكو احد ما تحوشه مشاكل نفسيه. صح. فلما نسمع من ناس واصلين ونسمع عن المشاكل اللي مروا فيها عشان يوصلون هالشيء، يخلي المشاكل النفسيه تشيل وصمه العار، تخلي شيء طبيعي شيء عادي كل بالنهايه. يعني
هاو نو هاو تون ان شاء الله. طيب دكتور خليني اسالك، كيف ممكن اشترك في التطبيق؟ موجود هو على جوجل بلاي وعلى ابل ستور، يتنزل حاليا. يعني احنا يعني مسويين اشتراك سنوي يعني تقريبا يعني $19، يعني تقريبا ولا شيء كسعر بدائي، واول اسبوع مجانا، يعني حتى اللي يحط معلوماته اذا ما عجبه يكنسل خلال 6 ايام ويجربه، يعني وجربه. بس انا يعني انصح الشخص يعني يجرب الاشياء على حسب الاشياء اللي قاعد يضايق منها، يعني قصص النوم اللي عندنا متعوب عليها وجدا حلوه وكلها بلهجه خليجيه، ويعني ممكن تلهم بالبدايه بس بالنهايه تخليك واحد ينعس وينام. التنويم الإيحائي اللي موجود عندنا هم يستهدف بعض المشاكل لها علاقة بالأرق ولها علاقة بالقلق. فأهم شيء إن الواحد يعني حتى ممكن واحد يشتغل أشياء 10 دقائق في اليوم. أنا أنصح أي شخص يعني أنت بالنهاية لا تنطر، حتى لو أنت قاعد تراجع نفسية لا تنطر المواعيد، اشتغل على نفسك. لما تشتغل على نفسك راح توصل نتيجة وايد أبشر من لما بس تنطر دكتور. وفوق هذا النتيجه راح تظل معك اطول، راح تحس ان انت اللي غيرت الشيء بنفسك، مو دكتور دكتور له دور. يعني انا ما يعني انا بالنهايه يعني هذا شغلي، ما اقول لك ان انا ما لي دور بمساعدتك، لكن ابيك انت تعتقد ان انت لك دور الاكبر. وفعلا اذا تشتغل نفسك انت لك دور الاكبر، بس اذا بس تشوف الدكتور وهاي معالجتك نفسك لحالها، معناته راح تقول انا سطحت عشان دكتور فلازم احتاج دكتور. حياك الله، الباب مفتوح، لكن افضل لك انت ان تعتمد على نفسك. واحد الطرق هي ان تستخدم المحتوى بطريقه يوميه حتى 10 دقائق في اليوم، وراح تلقى فيه ان شاء الله اشياء تساعدك تعيش حياه افضل وتكون شخص اسعد. اكيد اكيد، وانا دائما ما اؤمن انه الطاقه الايجابيه نقدر ان احنا ننقلها للناس، وانتم حطيتوا طاقه ايجابيه في تطبيق واحد. دكتور نايف مطوع شريك مؤسس لتطبيق تهون، شكرا لكم واكيد شكرا لتواجدك وكل التوفيق. مشاهدينا فاصل قصير من بعد نكمل. بعد الفاصل، بيئة العمل إن صلحت زادت الإنتاجية للموظفين، فما هي مواصفات بيئة العمل المثالية؟